جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الرسائل اللي مش نعطيها لهم كيفاش يعملوا منها كسكسي جربي اللي هو بنين برشا برشا. اللي اللحم العلوش يتقص طروف صغار مش كبار برشا ويتفور مع الشيف حمل همامي. قاعدين نعطيكم في الغسيت نتاع اليوم كسكسي جربي، ويتفور في الكسكاس. إذا كان الكمية بتبات حتى 4-5 من ناس معاها ربطة سلق، ربطة سبناخ، اشتربتها في امتيمنا مع الدنوس، رأس بصل، 3-4 سنون في امتيمنا تاع الثوم، مغرفة هريسة، مغرفة طماطم، ويتخلط وزيت ويتخلطوا، واللحم يتيب مفور، وكل والماء اللي خاطر مش يهبط فيها الزيت ومش يهبط فيها كل البرش حوايج القوية اللي من الخضرة هذيك ومن اللحم هذيك، يقع بها مرقان المرق اللي يتيب على جنب وتتحط فيه الخضرة ونجم يتحط فيه شوية الحم. فاضي في رمضان سي حمد، تجم تجي معانا في جوهرة تعمل لنا روسيت كل يوم؟ لا لا لا، نجي معاك. حمى لا روسيت، احنا عندنا برنامج اسمه شيف لا روسيت واللي حمى لا روسيت. اي وكيما قالت راضية، انا نعرف نطيب قصي ب 15 طريقة، وراو نعرف قصي السواحلية زادة، فهمتني؟ ولكن وقت اللي خذيت مرة كتاب من المغرب الحقيقة أصبت بإحباط. علاش؟ لأن ما بين تونس وما بين الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا نطيبوا القصي بمئات طريقة، ونعرف كم 15 بركة شوية. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.